أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية. لكن بعد جولة في أهم العناوين، جاء في صحيفة البصائر واشنطن تهدد العراق بعقوبات في حال شراء منظومة S-400، ونطالع في القدس العربي واشنطن تحذر بغداد من نتائج كارثية للمضي في قرار سحب قواتها من العراق. نقرأ في إندبندنت عربية، حكومة عبد المهدي تستعجل اتفاقا مع الصين للتحرر من القيود الأمريكية. وجاء في المدى، متظاهرو ذقار يمهلون الحكومة أسبوعا للاغتصاص من قتلة المتظاهرين. نتصفح في العرب الجديد، متظاهرو العراق يطالبون الأمم المتحدة بحمايتهم من القمع. جاء في صحيفة الزمان، ناشطون نرفض تدوير الوجوه وعلى المجتمع الدولي دعم إرادة التغيير. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط، مجلس النواب الأمريكي يحيل مادتي عزل ترامب إلى الشيوخ. أهلا بكم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خفض المساعدات العسكرية للعراق في حال مضت حكومة بغداد في تهديداتها بطرد القوات الأمريكية من البلاد. الصحيفة قالت إن وزارتي الخارجية والدفاع البنتاغون تناقشان خيارات الاقتطاع محتمل بقيمة 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية للعراق، وهي أموال أقرها الكونغرس بالفعل. وأضافت الصحيفة أن الوزارتين تعيدان النظر في مجموعة واسعة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأخرى التي لم يلتزم بها بعد. إذا نفذت بغداد تهديداتها بطرد 5300 جندي أمريكي، كما تظهر رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها الصحيفة. ووفقا للصحيفة، تشير رسائل البريد الإلكتروني إلى أن مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع للخارجية الأمريكية يعمل على اقتطاع أموال المساعدات البالغ قيمتها 250 مليون دولار في إطار برنامج التمويل العسكري الأمريكي للعراق للعام المالي الحالي. ويخطط المكتب أيضا لسؤال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض حول إمكانية إلغاء طلب بقيمة 100 مليون دولار للعام المالي 2021 بالنظر إلى الأوضاع السياسية الحالية على الأرض، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني. وقالت إحدى رسائل البريد الإلكتروني: هذا لا يمنع الكونغرس من مواصلة النظر في المساعدات الخارجية في حال تغير الوضع في العراق. الصحيفة تشير إلى رسائل البريد، حيث تؤكد أنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، لكن كبار مسؤولي إدارة الرئيس ترامب أمروا بمراجعة التمويلات التي ربما يتم وقفها أو إعادة تخصيصها في حال طلب العراق مغادرة القوات الأمريكية. خفت وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على نحو غير متوقع بالنسبة للمتلهفين وراء عواطفهم من الذين تأملوا أن تتعامل واشنطن بجدية أكثر مع الضربات الإيرانية للقواعد العسكرية التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي في العراق. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر أن تداعيات المشهد ومجريات الأحداث تظهر أن النظام الإيراني لديه الكثير ليضحي به في سبيل مقاصد ذات مدايات بعيدة وأخرى قريبة، ولا غلاء لأحد عند طهران وهي تخوض في مضمار سياسة التخادم مع واشنطن. الحقيقة التي ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان أن منهجية التخادم بين القطبين الدولي والإقليمي تغيرت في بعض مساراتها لاعتبارات مرحلية ومقاصد مصلحية، ومما ينبغي تسليط بقعة الضوء عليه ضمن تداعيات المشهد العراقي هو حقيقة العملية السياسية باعتبارها النواة التي تدور حولها منهجية التخادم والمنطلق الذي ترنو من خلاله الإرادات الدولية وتابعاتها الإقليمية إلى فرض رؤاها وتطبيق مشاريعها ليس ضمن حدود المنطقة فقط، بل إلى ما هو أبعد من ذلك.
الحقيقة التي لا تحظى بالكثير من الاهتمام هي أن العملية السياسية مصنوعة لتكون ذات أفق ضيق وإطار محدود، وكل ما فيها من محددات مصممة لتعطي نتائج مقصودة وذات مواصفات معينة. ومن هنا ندرك أسباب بقاء الكتل السياسية متخبطة وحائرة في تسمية رئيس جديد للحكومة، حتى وصل الحال بها إلى إعادة طرح اسم رئيسها المستقيل مرة أخرى، لأن الخيارات الأخرى الوهمية التي تم طرحها لا تتفق مع المحددات ولا يمكن أن تجد مكانا لها في إطار ذي نسق تخادمي يستقطب مزدوجي الولاء وينفر ممن لا يتقن حرفة النفاق حتى وإن كان أسبق من غيره على الاستخذاء والعمالة. الكاتب يرى أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع العملية السياسية ولا ترغب في زيادة محدداتها، هي صنعتها هكذا وتريدها هكذا، لأن أهداف المشروع الغربي في المنطقة لا تتحقق إلا بهذا النمط، ولكي تبقى كذلك لابد أن تكون هي المحور الذي لا يفارقه الثبات، فتصبح التحركات والاستراتيجيات ومستويات المصالح وصلاحيات النفوذ هي المتغيرات، حتى وإن تطلب ذلك تضحيات برموز ومواقف من أجل المحافظة على نسق المنظومة وبقائها ضمن إعدادات من المفترض إعدادات مصنعها الافتراضية. لم يستفد النظامان الإيراني والعراقي من مقتل اللواء قاسم سليماني كما كان يأملان بقمع المظاهرات في البلدين وتجييش عواطف الناس على الجنرال القتيل. هدى الحسيني تقول في صحيفة الشرق الأوسط إن إيران بدل أن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت سليماني، فإنها تستهدف المتظاهرين العراقيين السلميين العزل عن طريق الميليشيات الموالية لها. المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد مستمرة في غضبها على الفساد المستشري في الحكومة وعلى البطالة المرتفعة والخدمات المنهارة. رفع المتظاهرون صور الذين قتلوا على يد الميليشيات التي شكلها سليماني. بعد مقتل سليماني لاحقت السلطات العراقية المتظاهرين وخطفت بعضهم وقتل الصحفيين معارضين، كلهم يصبون اللوم على إيران لتدخلها من أجل السيطرة وحماية الحكومة العراقية الفاسدة. اعتقد الساسة العراقيون أن المتظاهرين سيهدؤون خشية بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس يده اليمنى، لكن العراقيين يخططون لمزيد من التحركات في كل العراق، وهدفهم استعادة بلادهم وإقامة علاقات براغماتية مع المجموعة الدولية والدول المجاورة. وإذا كان وقع مقتل سليماني والمهندس على العراقيين المزيد من المظاهرات، فإن الميليشيات الشيعية وقعت في كمين، وهو غياب سليماني الذي كان يجد حلا دمويا لكل مأزق. التفكير في ردة الفعل الأولى كانت في قتل كل أمريكي موجود على الأرض العراقية. لاحقا طلبت إيران من البرلمان العراقي أن يقدم اقتراحا لسحب القوات الأمريكية من العراق، فوجدت الميليشيات في هذا الحل مخرجا لها بألا تقدم على أي عمل تكون له تبعات على اقتراح البرلمان. هدى الحسيني ترى أن المشكلة الآن التي واجهها المتظاهرون في العراق هي أن الميليشيات الشيعية المفجوعة ستركز على العراقيين المعارضين لإيران وليس على المصالح الأمريكية، لأن إيران نفسها أمرتهم بألا يقدموا على أي عملية ضد المصالح الأمريكية في العراق، لذلك سوف تستهدف الميليشيات المتظاهرين العزل الذين يسهل اتهامهم بأنهم عملاء للأمريكيين. عاد بعض السياسيين إلى التلويح بالدعوة إلى إقليم سني تشكله المحافظات السنية الست، متذرعين بأحكام الدستور المغشوش الذي فصلته أحزاب السلطة على مقاس إبراهيم على مقاس مصالحها غير الوطنية. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن عشم هؤلاء المتاجرين بحقوق الطائفة السنية عشم إبليس بالجنة، وذلك لأن جماهير المحافظات السنية اليوم وغيرها بالأمس
ولأن إرادة المحتل وسلطات القهر والقمع والتهجير لن تتمكن بعد اليوم من إسكاتها عن المزورين والفاسدين. إذا كانت جماهير المحافظات السنية الست تشكو من فساد الأحزاب الحاكمة في بغداد، فإنها تشكو أكثر من فساد مضاعف ذاقت منه الأمرين على أيدي هؤلاء الذين تسلطوا على مجالس محافظاتها ومؤسساتها بقوة السلاح وبالمال الحرام. ألا يكفيها أن تجدهم دوارين شحاذين من عاصمة إلى أخرى ومن جهاز مخابرات إلى آخر، بحثاً عن من يدعمهم لتحقيق مشروعهم الذي لن يكون لو تحقق إلا مزرعة خاصة بهم وبأولادهم وأبناء أعمامهم وأخوالهم، يستأثرون بخيراتها ويملكون بأموالها القصور الباذخة في دبي وعمان ولندن وباريس، خصوصاً وهي ترى أن تحركاتهم تلك تأتي في هذا الزمن الجميل الذي أشاع في نفوس الملايين من العراقيين روح الأمل في دفن الطائفية وطرد الأجانب وإعادة الوطن إلى أهله سالما معافى، وكأنهم يريدون إحياء الطائفية وإنعاش العصبية العنصرية والمناطقية وإشعال فتيل حروب أهلية جديدة تعيد الوطن وأهله إلى سنوات الاحتراب السابقة التي ما زال المئات بل الآلاف من المعتقلين والمخطوفين والمهجرين يدفعون أثمانها الباهظة إلى اليوم. إن كل مشروع تقسيمي انفصالي من هذا النوع وفي هذا الوقت بالذات هو عمل غير وطني وغير شريف يراد به التشويش على هذه اليقظة الشبابية الشجاعة. إبراهيم الزبيدي يختتم مقاله بالتساؤل: متى يؤمن المتشاركون في سلطة الفساد والعمالة بأن شباب الانتفاضة التشرينية الصابرة سوف ينتصرون وسوف يعيدون بناء العراق الحر رغم كل ما يدبرون وما يتوهمون؟ إنها إرادة الطوفان الذي لا يعود إلى الوراء. بعيداً كل البعد عن قعقعة السلاح وضجيج التهديد والوعيد، آن الأوان الآن لأن تعيد القيادة الإيرانية النظر في سياساتها الإقليمية واستتباعاً ومن باب أولى أن تجري مراجعة أوسع أو أعمق لسياساتها الداخلية كذلك. عريب الرنتاوي يرى في صحيفة الدستور الأردنية أن إيران تواجه اليوم أزمة في علاقاتها مع شعبها بدلالة الاحتجاجات المتنقلة والمتكررة في الداخل الإيراني وانفضاض البيئات الشعبية الحاضنة لحلفائها ووكلائها من حولهم كما يحصل على نحو دام في العراق. ظنت إيران بعد مقتل قاسم سليماني أنها استعادت زمام المبادرة وأن ردها المزلزل على عملية الاغتيال سيكون كافيا لكسب معركة العقول والقلوب في العالم العربي. في الحصيلة النهائية لم تكسب إيران أصدقاء جدد في العالم، بل فقدت ثقة جزء من أصدقائها التقليديين في إيران. ومن سوء طالع القيادة الإيرانية أن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ للحرس الثوري قبل أن تجف دماء ضحايا العملية العسكرية الأمريكية في مطار بغداد، وما رافقه من أداء مرتبك وملتو من قبل هذه القيادة كان بمثابة الزيت الذي صب على جمر الغضب الشعبي الذي عبر عن نفسه بسلسلة من التظاهرات الغاضبة. في العراق لم تجف دماء أبو مهدي المهندس بعد، حتى عاود الحراك الشعبي أنشطته الجماهيرية الحاشدة في البيئة الحاضنة للفصائل الموادية لإيران. أما لبنان المهدد بالإفلاس السياسي والمالي والاقتصادي، فلن يكون بمقدور حزب الله أن يجازف بأية مغامرة من شأنها تجريده مما تبقى له من حاضنة شعبية. أما في فلسطين فقد غابت الجماهير عن بيوت العزاء التي فتحت بهدف توجيه الرسائل لطهران، فغالبية الشعب الفلسطيني يرفض السياسات الإيرانية في المنطقة، بل إنها لم تعد تشتري بضاعة هذا المحور أو تأخذها على محمل الجد. الكاتب يرى أن القوة الخشنة أفلست أو تكاد في حفظ مصالح إيران ونفوذها الإقليمي، وآن الأوان للتفكير بوسائل وأدوات القوة الناعمة إن أرادت طهران تطبيع علاقاتها مع الشعوب العربية.
تحدثت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن خيارين مطروحين أمام النظام الإيراني في ظل التوترات الحالية، لا سيما مع الولايات المتحدة. أوضحت الصحيفة في مقال كتبه كونغ كوغلين أن الخيارين هما إما أن يلجأ النظام إلى الإصلاح أو يختار مواصلة المسير على ذات النهج والذي يعني الانهيار. الكاتب يقول إن التعامل الفاشل مع حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية أدخل طهران في أزمة تهدد وجوده، ويرى الكاتب أن محاولة التستر على التورط في إسقاط الطائرة جعلت النظام يفقد مصداقيته في إدارة شؤون البلاد، وحمل الكاتب إيران مسؤولية حدوث التوترات الأخيرة في المنطقة من خلال اغتيال مقاول أمريكي في العراق، ثم نظمت احتجاجات عنيفة أمام السفارة الأمريكية ببغداد، وذلك قبل أن تقوم واشنطن باغتيال الجنرال قاسم سليماني. ويرى كوغلين أن طريقة التعامل الفاشلة مع كارثة الطائرة الأوكرانية أدخلت النظام الإيراني في أزمة تهدد وجوده، فمحاولة التستر على ضلوعه في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بعدما غادر طهران تجعله يفقد المصداقية فيما يتعلق بإدارة شؤون البلاد. ويضيف أن النظام أمعن في إهانة إيران عندما أنكر في البداية مسؤوليته عن الكارثة، ثم أرغم بعد ذلك على الاعتراف بعدما أثبتت الدول الغربية بالدليل أن الطائرة أسقطت بصاروخ ولم يكن سبب تحطمها خلل في المحرك مثلما زعمت السلطات الإيرانية. ويقول الكاتب أن هذا الفشل بالتعامل دفع بآلاف الإيرانيين إلى الشارع للاحتجاج بعدما تبين لهم أن حكومتهم هي مصدر الشر وليس الأمريكان. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن إيران أصبحت اليوم تواجه أكبر أزمة تهدد وجودها منذ ثورة الخميني في عام 1979، ولم يعد بإمكان النظام الاستمرار في أسلوب القمع الذي دأب عليه لإسكات المعارضة مثل نشر قوات الحرس الثوري لقتل وترهيب المدنيين المحتجين. بعيدا كل البعد عن السياسة، أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال المعرضين للشاشات على تنوعها من تلفزيون وأجهزة ألعاب وهواتف وحواسيب وأجهزة لوحية خلال الصباح تحديدا قبل الذهاب للمدرسة يواجهون خطرا أعلى بثلاث مرات للإصابة باضطرابات في النطق. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الدراسة التي نشرت نتائجها في التقرير الأسبوعي الصادر عن وكالة SBF الفرنسية للصحة العامة بيّنت أنه في حال كان هؤلاء الأطفال يجرون مناقشات نادرة أو معدومة مع أهاليهم في شأن ما يرونهم على الشاشات فإنهم يزيدون خطر الإصابة بصعوبات في النطق بواقع ست مرات. وقالت مانون كوليه من جامعة رين وهي إحدى الباحثات إن الوقت الذي تجري تمضيته أمام الشاشات ليس المهم، إذ إن ما يؤثر في الموضوع هو في أي مرحلة من النهار يحصل ذلك، مشيرة إلى أن هذا سيشتت انتباههم ويجعلهم أقل قدرة على التعلم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.